معانا وحلقة جديدة من لمتنا الحلوة، بداية الأسبوع بالنسبة لنا إحنا، طبعا بالنسبة لحضراتكم نهاية الأسبوع. النهاردة معايا نور ومعايا مروة. هاي يا نور وهاي يا مروة، أخباركم إيه؟ ازيك يا مها؟ أنتِ إيه الأخبار؟ تمام؟ ازيك يا مها؟ منورة. الحمد لله، بداية الأسبوع عندنا النهاردة، بداية أسبوع داخلة لكم موضوع مهم جدا. طبعا إحنا كلنا عارفين أهمية الحما في حياة الزوجين، فالنهاردة هنتكلم مع السادة المشاهدين وطبعا منتظرين تليفوناتكم، هنتكلم عن الحما. حماتي بتغير مني، عايزة أفهم يعني إيه الجملة دي، يعني إيه حماتي بتغير مني؟ بتغير منك في إيه؟ ولا هو مثلا ممكن يكون سوء تفاهم ما بينكم، ولا هو مثلا ممكن يكون عدم توفيق في التعبير عن الأحاسيس اللي ما بينكم، فأنت بتقولي هي بتغير مني، ولا هي قلقان على ابنها، أو هي شايفة ان مين دي اللي جت خدت بعد التعب ده كله، جت خدت ابنها منها كده في يوم وليلة وبقى بيحب دي وسايبني انا. ايه رأيكم في الموضوع؟ وانا يعني في رأي بيقول انه الغيرة اشكال مختلفة ودرجات كمان مختلفة، وكمان يعني هي فكرة ان الام بتغير على ابنها دي منطقية جدا وطبيعية جدا جدا. زي ما قلت كده يا ما في الاول، ربي يا خايبة للغيبة، زي ما ايه بنقولها كده بالبلدي. ربي يا خايبة للغيبة. فالأم بتبقى تعبت وربت ودلعت وشقيت وكده، وبعدين بتيجي الزوجة بتاخد الولد ده بالنسبة للأم عالجاهز. ماشي، ما عندناش مشكلة. يبدأ بقى بيحصل ايه؟ زي ما بيحصل مع الزوج في البداية، بيبدأ يحصل شوية تاتشات، شوية حاجات مختلفة. يعني مثلا الأم متعودة انها تطبق الهدوم بالطريقة الفلانية وتعمله الأكل في الميعاد الفلاني، الزوجة مش هتعمل كده أو مش هتعمل زي الأم بالظبط لأنها ما تعرفهاش. فهيبدأ يحصل ما بينهم مقارنات، أو الأم نفسها هتحس إنه إيه، لا ده أنا أحسن، لا ما هو كان جنبي وكان معايا، أنا كنت بدلعه أكتر. فبيحصل يعني شوية حساسيات كده، ممكن بعد كده بقى تقلب الغيرة لو الزوجة ما عرفتش يعني تستوعب. بصي والله يا مها، يعني انا شايفه نور طبعا بتقول كلام منطقي جدا في الحياه اللي احنا فيها. هي طبعا الغيره الحما دي من يعني من الاشياء الشائكه او المشاكل الشائكه اللي من زمان، من قديم الازمان لما كان في حماتي ملاك. يعني لحد دلوقتي الامر ده، عارفه يقولك في بقى التكنولوجي والتطور طبعا بيخلي الحاجات الاولد فاشون دي تنتهي، ولكن ما زالت الحما لسه موجودة عند بعض الناس. الحقيقة عايزة أقولك على حاجة، يعني هي ممكن تكون فعلا من الحب الزائد للأم الابن. ممكن يكون السيطرة. بصي بقى، احنا نسيب الورق. هي السيطرة لو وجدت عند الأم وعند الزوجة هيبقى في دايما صراع بينهم. الصراع ده دايما ايه؟ لا ده انت هتفطر معايا اول يوم العيد، لا ده انت يعني هتاكل معايا اول يوم العيد، هتفطر معايا اول يوم رمضان، لا على فكرة انا مش هروح عند مامتك. فكل الحاجات دي بتولد مشاكل، ومع ان الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه بقى؟ الكلمه الطيبه صدقه وهادوا تحب. وهي لو لقت ان الموضوع خلاص قفل بينها هي وحماتها، تبتدي تقول كلمه حلوه، تبتدي تجيب هديه حلوه، تدوب الفجوه اللي هي بينها وبين حماتها عشان الامور ما تكبرش، لان هي برضو عايشه معاها العمر كله، واي حاجه هتضايق يعني الحما منها هتضايق طبعا. فدي مشكله صغيره عليها العامل انها تستوعب الام، لانه برضو في الاول وفي الاخر السن عامل قدري انه في الاخر ام. وانا برضو بقول للحما ان لازم الحما كمان تقدر ان العروسه دي عروسه جديده، هي مش جايه تاخد ابنك، هي دي سنه الحياه. انت قبل كده خدتي ابن حد في يوم من الايام، انت خدتي جوزك، وكنتي برضو بالنسبه لحماتك انت خدتي الابن. فهي الفكره في ان ايه، ان احنا نبقى عارفين وواثقين ان الحياه لازم تستمر باي شكل من الاشكال بينهم هما الثلاثه. صح، مش يعني مجرد ان الزوجه تطلع ده مش هيسعد ابنك على فكره، لان حاجه من الاثنين، يا هيعيش لوحده يا هيتجوز زوجه ثانيه ويحصل برضه معاها مشاكل، او هيرجع يعيش معاك انت بالظبط كده، دي هتبقى مشكله لا كبيرة. ومش هيعيش لها العمر كله يعني، وهو نفسه مش هيبقى سعيد لو هو قاعد بقى ورجع لمامته وخلاص. كل الاحوال بيبقى معصوم في النص كده. يعني فهو يعني بس في الاخر برجع والف وادور واقول، شوف احنا اتكلمنا عن الزوجه واتكلمنا عن الحامل، احنا في الاخر المهم هو الزوج، الزوج رمانة الميزان. احنا مضطرين نطلع لفاصل وهرجع على نفس الجملة دي، فاصل ونرجع لكم مرة تانية.